السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا اللعبة غير ريزيدنت ايفل وغير ببجي وغير كل شيء. معانا لعبة مرعبة جدا مرعبة. فعدنا الآن نزلتها وقلت بدل ما أكون جالس الآن كذا وكذا أنزل لعبة الآن مرعبة. والساعة 4:15 فجر وقلت خلينا استمتع وقد أنا استمتع باللعب وأنتم تستمتعون مع المشاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وإذا ما عجبكم الفيديو كمان دوسوا لايك. خلونا نبدأ نبلش نلعب. والله إني خايف، بس على الله عدنا أول مرة بلعبه وعلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إني مصلي متوضي وكله. طبعا ما كلمتكمش، اللعبة هي عبارة عن ألغاز، يعني كل حاجة لازم نركز عليها عشان تمشي معنا اللعبة. في حاجات وكذا كلها ألغاز، أنا قريت عنها قالوا كلها ألغاز، لازم تحل الألغاز عشان تقدر تفك الأبواب، تفك حاجات كثيرة. فخلونا احنا كلنا مركزين مع بعض ونشوف، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. إن شاء الله يلا نبدأ نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب مفتوح ندخل فيه. ايش فينا؟ بسم الله. مفتاح، كيف اخذ المفتاح؟ طيب تأشر عليه حاجة. حلو، أخذنا المفتاح. طيب هنا ما فيش حاجة ثانية ناخذها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب، أقسم بالله إن شعر جسمي وقف، أقسم بالله من الأصوات. مفيش حد هنا. قوي ما اخافش ولا خايف من اي حاجة. ليش بخاف؟ قفلنا. ايش هذا الاصوات؟ الله، من فين اجت هذه الساعة؟ بدأنا هنا. وش يا جماعة الخير؟ حاولوا انكم تهدأوا شوية. ايش هذا؟ point shoot print and check. هذا وهذا كمان اقدر اشيله. في جي قفل هنا او شنطه. ليش يجي على اللي هنا قفل؟ تشوفوا معي، يجي قفل هنا في الجدار ابيض، بس مش عارف. من في انا؟ من في؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
احفل بس عندي مفتاح انا على ما اظن اقدر استعمله او في بو انتو عارفين ايش هذه الاشاره بس ما ليش ايش نذكر طيب انا مفتاح ليش ليش مش راضي يفتتح انت خليك مكانك طيب ايش هذا طيب ما فيش سلاح ولا في شيء ايش هذا يجي عليه مربع خلاص اسكتي افتهم لي افتهم لي افتتح ايش فينا انا من قليل ادخل العب هذه لكن اقسم بالله لا العب وايش هذا وايش هنا في وايش هذا الاميت ولا عادي يا ابن الكلب لا تفقعوني ايش سالتكم بالله شوفوا كيف على عيونه هذه ليش المرفع على في عيونه مرفع انا مش عارف بس الكرسي يتحرك اقسم بالله الكرسي يتحرك ركز شوف ايش هذا I still remember how much it hurt to wear that thing اوف اقول لكم كنت البس هذا زمان اوف 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 ايش اسوي طيب هذه يأشر على الصوره ما فيش حاجه بس اوه جاد شيت كمان يأشر على الصندوق My birthday present? Oh, how did it get here? To you. We love you. Wow. نحن نحبك. اوف. في كاميرا. مكتوب كمان اسمه عليه. ها الاوراق السود اللي اخذناها هي يمكن الكاميرا. ايش هذا؟ يقول لك لازم تضغط على حرف الاف عشان ايش ايوه عشان اصور ولا كيف ما تقوليش نشوف جن ونشوف شياطين في التصوير طيب في باب هنا ويجي قفل لما يجي عنده انا والله مالي علم ايش قاعد اسوي وهذه ايش الفتحه ايوه عين يمكن طيب اصبر خلي احنا نتفرج ايش في مالك تقفز انا
Grandpa was just like Dad. اهم شيء فيهم رقم مكتوب 1968 ولا 1960. اصبروا خلينا نركز. ايوه 68. خلاص ارجعي. مالك انت مالك تحرك؟ يمكن لازم تفك القفل هذا. اصبر اللي بعده 1900 تمام. اللي بعده 68 تمام. طيب ما الكرسي هذا بيتقفز هكذا؟ خلاص افتتح ما رضاش. غلط يعني في رمز ثاني. اوف الكرسي والله بيدور بعدي يا ويلي. ما تشي ها يمكن تشينا صورات. المشكلة لو في حد فوق الكرسي الكاميرا تطلعه، لو مثلا شبح ولا قدي ولا اي شيء الكاميرا تطلعه، بس ما شي مفيش حاجة. اقسم بالله شعري بيوقف. أنا لوحدي في الغرفة والساعة الآن حاليا 4 إلا 5 دقائق، مش عارف ايش اسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طفيت. أكلفني الله يا ويلي يا ويلي يا سود ليلي يا ويلي. اقسم بالله يا ويلي. طلع الكاميرا. اقسم بالله ما انا شايف شيء. وين الساعة؟ مش موجودة. هذولا بيلعبوا معانا لعبة اشتلاء. في حاجة بتحرك. ربا. طيب ايش بنسوي؟ لا تخوفوني، سألتكم بالله. اف بسم الله. ما فيش حاجة. صلوا على النبي. شعري واقف اقسم بالله. ايش ذا الشمع؟ واو ليش الساعة هنا؟ ساعة قد احنا عارفين انها ساعة بتصيح الان وانا عارف. يلا مفيش حاجة. مقبول.
انا والله ما لي علم ايش قاعد اسوي. هذا اخذناه ليش عاد رجع؟ اخذناه قاعد ناخذ هذا الحبل كان موجود من اول ولا ما كانش موجود؟ ما كانش موجود هذولو بيجننوني ولا كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايش يشتوا مني؟ اشنق نفسي في النهايه ولا كيف؟ مستحيل والله ما فعلها. ما أذكر هذا الآن. أنا أروح مفتهم ليش؟ بتقول ليش علق الصورة هنا؟ فين الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخذت الصورة. هذول والله بيجننوني ولا كيف؟ ذكي انا عارف انك ايوه كذا. طيب اركبي هذا تركب تقول لي ايش يشتي له مسمار ولا كيف؟ ما فيش مسمار هنا. طيب اكيد الصورة ما بتركبش الا بمسمار. طيب من فين بنجيب مسمار؟ يمكن من المكان الثاني لما جبنا المفتاح. يا ربي بسم الله. هنا في مسمار بس كيف اخذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خذ بالعوج. مش قادر اخذه. هنا كمان في مسمار مش عارف يمكن مش هنا ولا كيف مش عارف. كاميرا انا بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ اوف مسمار. الشرع مسمار. لا ده بيفتح الباب. بس كفيك حتى الباب شوية صعب عشان يفتتح. نرجع شوية لورا. بسم الله ما شاء الله. هكذا هكذا. هيا تقفل انت كمان. اها. ايش هذا مالك انت كمان بتجري؟ خايف؟ خايف اكثر مني.
فينك في الصورة؟ في الصورة في صورة ولد كده ولا كيف؟ والله روح والله ما خاف. اثنين رجال. الصورة في اختلاف. في واحد مش موجود. ما بخرجش. كمل. العب. طيب ايش اسوي؟ مش فاهم انا ايش اسوي. معقول اجلس على الكرسي؟ انا قاعد اصوره. طب ايش ايش بيسوي؟ حتى مش راضي خلينا اوضحها. توضح لوحدي. يا ربي بسم الله. طيب من فين؟ كيف اسوي انا؟ والله ما انا عارف. انت تخبي خرج. ايش فينا؟ من دول؟ خلاص عرفنا عرفنا. ما كل مساعة بنخاف. ما فيش حاجة تخوف في اللعبة. تمشي حتى الدنيا ظلام. عشان ما نشيش دوش في الراس وهذا قفله هكذا. اوف هذه اذا قريناها هنا. ايش هذا؟ تشونغ بونغ خرم بونغ سكول هوسبيتال درينك ووتر. ايوه مفهوم. والله ما افتهم لي حاجه. طيب انا عارف انه هنا لازم الصوره تعلق. بس الباب بيفتتح. I might want to look around for something else first. نطق. واو اتس بيزي. اقسم بالله شوفوا اذا تشوفوا شعر جسمي كيف يوقف. الان بروح وبسحبها وبصيح. اوف المسمار. بس كيف اخذ؟ ايوه لما اقول لكم ان انا جيمر كونوا قولوا ايوه جيمر ولا كونوا اسكتوا. نروح.
اقسم بالله ما قدرت اشتمي. انا بقتل نفسي بنفسي ولا كيف؟ والله ما شفتوا اللي انا شفته؟ الساعة 4:10 العب ولا خلاص. مالكم؟ ليش عاد رجع؟ كيف اركبه في الجدار؟ هيا انتر. طيب يا اخي اهدا. كيف اركب هذا الان في الجدار؟ مش عارف والله. طيب اركبي. يمكن لازم أشر. أشر هنا ولا كيف؟ بس. طيب إيش أسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا طبعا فيديو ما فيش جن ولا في شيء. لأنه لو كان في جن كنت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكون مش موجودين يعني خالص. سلم سلاحك. إيش أسوي أنا مش عارف؟ فين الكاميرا؟ يدو كاميرا بيعشر علي. مالي واو ايش هادي؟ ايش هذا؟ الصورة هنا جنب الباب كأنه في حد متد ولا كيف؟ مش عارف. ودي الصورة فيها صورة طفل. هم كانوا اثنين اصلا جنب بعض بس مش عارف.
ايش بنسوي هنا؟ ايش هذا في الارض؟ قط ولا ايش؟ والكرسي طاير، بس انا ايش اسوي؟ ما بخرجش. لا تكون تجيب لي خروج. ايش انا مالي انا؟ اوبو، في باب، في باب نخش عليه. ليش يفتح الصور؟ ها يمكن المفتاح. اي والله المفتاح. طيب كيف استعمل المفتاح؟ ايش مكتوب فوق في المفتاح؟ ستادي بابا اذاكر. انا طبعا بذاكر، اذاكر واصل، بس كيف؟ انا مش فاهم ايش اسوي. يمكن نطرح الإشارة دي هنا على المفتاح، نضغط. لا بنخش. ايش هنا؟ رجع ورا. ايش؟ خلصت. وهنا كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. واذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واذا ما عجبكم الفيديو كمان دوسوا لايك، دوسوا لايك. واذا في شيء تشتوه جديد ولا شيء كلموني في التعليق وانا بلعبها لكم. تمام، سلام.